dugsiyada Nuruddin Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم أرضي ومر كلي برنامج كيني وحبر الشدة وفصل هذا اللباد هي مادة التربية الإسلامية هي حلقة دي أفر هي طبناد وما أنت نقاذنا إن شاء الله حلقة دي إن ما أنت وإحنا كشقين دونا ليل السيادة ليل السيادة سو كوية لصف حدا كوب هي صدناد أي وكوية لليل سك ما أنت نكشقين إنه بلسين تينا ليل سك كشقينين حين إيجي دونا عشر كا ليل سك كورية حين إيجي دونا سأينو مركا ليلس كسكولة في هنو عشر كينو صادو المر دونا هالمر كدي من ليلس كاينو بلابي دونا إن أينو مركا كهذا الشقينو إن عشر كا إن سؤالي سكت جوابنا مانتا وحويا وعشر كا وصورة الفاتحة أيا وكور رمي عشر كاس صورة الفاتحة أيا عشر كاس وكور رمي waxa marka halkan noo qoran kelmad macnihi suurada ay noo qoran in rabbil alamin ay halka ku arkisan rabbil alamin kelmad macnihi marka eegina murabbihim wa malikihim wa mudabbir umurihim murabbihim rabbil alamin macnihi wax weeyaan murabbihim wa ilaaha marka barbaariya wa malikihim iskale ومدبر أمورهم أرموا وجنمرك هكذا دبر أمامه مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم أنت سلام عنا مرك رب العالمين هل كم واحد نقول قرآن يوم الدين يوم الدين وحلم عنا يوم الجزاء أما يوم الحساب يوم الجزاء ومالنتا أبا المرنتا هي يوم الحساب مالنتا مرك حسابتا المغضوب عليهم أيال كاين وغم وغتا المغضوب عليهم وحل معناه اليهود ويهود أيا مركا لو قد المغضوب عليهم وكوي لو عروضي وانا اليهود ويهود الضالين أيا حقا ينوغو قرن الضالين وكوي لنصنا طريق حقا كلمي وانا كواسي وحل لو قد النصارى وأه كريستان كمركا وحي نتقن مركا بالفايدوين ككتشرة سورة دان ليرادو سورة الفاتحة فايدوين ككتشرة أيا إن تجينا نمبر كو حالك فايدة يا سورة دان إن أيا نكور رمنا أي معلومات كسورة دان لحريرة إنها إيضو سورة دان سورة الفاتحة فاتحة الكتاب وفاتحة دي يتيلو فرفرتي كتاب كقرآن كا وكتاب كقرآن كا بلوغي سالكو غريسة إيضا أي مركا لغو بلعبي فاتحة الكتاب ويان ومجعيق مركا أي لرهضا فاتحة الكتاب صوت لغو بحينا لكون القرآن أهانشيها وقرآن كوهاذي وفتوتيح بها من لغو فرفرتي قرآن كما داما لغو بلعبي ولغو فرفرتي أي وحلي لسورة الفاتحة أي لغو بحي أما فاتحة الكتاب رقم كلبات تسمى وحلغو مقعابة سورة دان أم الكتاب أم الكتابنا ومقع كلوة إلا هذا أم الكتاب أيا لدى هذا وحا كلوة مقع أنت إذا كم بذا والسبع المثاني أم بقى السبع المثاني واتضبع ذا سوان نقو نقو مركا السبع المثاني واتضبع أيضا سورة الفاتحة واني سوان نقو نقو تايو ما نكا ستايها بين كستا تضبع تبنشير أيا مركا صلاة دفر الكوكليات أنا كنا حخرنا سادة رادت بلويلي السبع المثاني مركا يظن ما يعقلوا إلا هذا هاي إن رقم ثلاثة وحين هاي سنة نمبر كسدحات إنها شافية إنها شافية ودو مركا ودو ورقيتها تفتان كيقونا شفاء للناس دو أيوي هاي دتك مركا تي لسكو تفا مركا سوردا لسكو أخريو إن دو أيا إن قن سايو إلهي يا مركات دو كدقة إنها شافية ومد دواء ورقيتها تفتان كيقنا شفاء للناس دواء يا ويهي دتك رقم أربعة رقم أربعة وحنا يسنا إنها ركن
من أركان الصلاة إنها ركن من أركان الصلاة وتير كملة تيرك صلاة وتير كملة تيرك صلاة صلاة أفريت من تير بين هاي وحكم إذا مركا قراءة الفاتحة تد فتحة أخرى ويدنا صلاة دا مركا متشريسو وما أنصحيسو ولا تصح الصلاة صلاة ما أنصحيسو إلا بها يدمو يعني فتحة هذه الآخرين صلاة دي مركا ما أنصحيسو هذا القرآن كالأردن ولا آخر دي قبيكي سبع فتحة دي نات كتكتو صلاة دي ما أنصحيسو وهي هاي تشتملو وحي كوبستي سورة دي نكور رمنا وسورة الفاتحة تشتمل وحي كوبستي سورة دي نهدبا على أنواع التوحيد نوعية التوحيد كأي كوبستي الثلاثة أي صدح ذا صدح ذا نوعية التوحيد كأي أي كوبستي ومركا كوذي تشير سورة دي ككوبالي كارل سوا توحيد الألوهية صدح ذي توحيد بالي نوكل الشيقية توحيد الألوهية وأه توحيد كمركا إله نماذا إن إله إلا عابد مركاس وعبادة مركا الله كلي يلو وتوحيد الربوبية يتوحيد كليره هذا توحيد الربوبية إن رب نماذا مركا إلهي الله كلي يلو وتوحيد الأسماء والصفات يتوحيد كالله يغانو توحيد الأسماء والصفات ومركا كشي كيني يسونا ومقعيد إلهي يسغالي يسغاشنكا يسفوينك إلهي مركا أياس نوكا ورميا أردي مركا ليلس كي نكش قيلنا وحكو سابسيني عشر كاين ونبس آخريني أياه ليلس كي نكو سابسانانيا كاين نكسي سعنا وحليني لهالك مركا أجيب وتدريبات أجيب عن الأسئلة الآتية سؤالها سؤال صعدة كتواب أجيب عن الأسئلة الآتية سؤالها صوت صعبة أي نكتوابنا سؤال شكوبات اللي نقدونين نكتوابنا وحويا ما اسم هذه الصورة ما اسم ومحي مقع هذه الصورة صورة دان مقعي جبالي نقدونية عشر كمركة نمك آخريني وحي نصوت شاكنا مركة مقعيو أي لا يضحي صورة داني أي نكسوت شاكنا عشر كينن مقعي أي لا يضحي صورة داني aya casharkeena aynu ku soo sheegney waxaana kamid ah marka magacyadan way magacyadii marka qaar kamid ah qorayna masmu hadhihi surah halkan aynu ku qorno marka qaar kamid ah magacyadeedii suratul fatiha waxa ugu horeeyay fatihatul kitab aya ugu horeeyay magacyadeeda حنورنا إنها فاتحة الكتاب إنها حنورنا إنها حنورنا إنها فاتحة الكتاب مقعد يدوح كم إذا مركا فاتحة الكتاب مقعد يدوح مركا كاسا كم إذا إنها فاتحة الكتاب مقعد يدوح وككوبات وحكا لنا نصول شيء مقعد يدوح أم الكتاب هكذا كم إذا السبع المثاني قاسين ومركا كسوق هذا الني فاتحة الكتاب حين تجي الناس سؤال شلوات وسؤالا حين لا ده يذكر واحد شيكتا فائدة من فوائد هذه الصورة أذكر واحد شيكتا فائدة كم إذا من فوائد هذه الصورة فائدوين كايلي دهي صورة خيالها لقفة ايديو متكم إذا أيام مركا لي نقدوني وسؤال واذكر واحد شيكتا فائدة كم إذا من فوائد هذه الصورة فائدوين كايلي دهي صورة دني واي كاين نوعيقنو فائدوين كصورة دني إلي دهي محاكم إذا
فايدوين كيغا محاكمي دا تنوكالين سوق عدن نامركا فايدوين كيغا إنها شافية ورقيتها شفاء للناس إنها شافية ورقيتها شفاء للناس تاسين كقرنا إنها شافية ورقيتها شفاء للناس وهي هي أنك تجاوبنا مركز سؤالشان حنوران إنا إنها شافية نورنا إنها شافية إنها شافية ورقيتها ورقيتها شفاء للناس إنها شافية ورقيتها شفاء للناس وينكتبها ابن سؤالشين اللوات قواهيد أذكر فائدة من فوائد هذه السورة وينكتبها ابني إنها شافية ورقيتها شفاء للناس حين تجينا أردي سؤال الصدحات وسؤال شاسة ما معنى الضالين الضالين كلمة دا اسمين ربنا معنى هيجا كلمة معنى انك صار جنين انو شايقنو الضالين وحلو قد شيدو اي نقول انها مركا الضالين وحلو قد شيدي الضالين حلو قد شيء جمركا ومعنيه وها الضالين معنيه وحوها النصارى النصارى من كقرنا معنيه وها النصارى الضالين معنيه وها النصارى النصارى وين معنيه ويا هي سؤال شيء ان ليل سكيب تدمين تجينا قيبتي ان الضم بوح لي هذا اختر روح دورته الإجابة الصحيحة جواب تسح دا من دورنينا اختر واحد دورته الإجابة الصحيحة جواب تسح دا دورو جواب تسح دا المركات دورنا أي ندورن دورنا نمبر كو وحين أقول قرن معنى المغضوب عليهم المغضوب عليهم معنيه دوننا محل معنا مركا ألف النصارى مسبا أو اليهود مسجيم أو المشركون صدح ذات سمين تسحظة أيون بين قوبي قلن دوننا مركا صدح ذات تسحظة أي أين وردي قوبي قلن المغضوب عليهم محل معنا مركا ما هي اليهود تسبادة أيا إنه جو قلنا اليهود أيا مركا لمعنا المغضوب عليهم أردي من ليل سكينا مركا إن ما أنت كتشو أبني ليل سكينا ما أنت إنه كتشو أبني وحوي أن مركا سد حدا سؤالات واحد كوساب صناع إن ليل سكينا نوح كوساب صناع عشر كان هري أيا وكوساب صناع أيا سورة الفاتحة أيا مركا وكوساب صناع فأنت من سؤال آخرني كد من واحد كتشو أبني مركا سؤاله كلمة معنا بين صاخرني كلمة تغرس يا رب العالمين بهاي حل معنا بين المركا رب العالمين مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم
يوم الدين أين صاخر الني وحل معنا يوم الجزاء هي يوم الحساب يوم الدين وحل معنا يوم الجزاء هي يوم الحساب المغضوب عليهم حل معنا بنري اليهود ويهودا والله عرضي الضالين وحل معنا بنري النصارى نصارى ذا مركز أما كريستانكا هل كنا وصوح ينوب قرآن مركا فايدو إنك ما يستفاد حالك فايد السنة من هذه الآيات آياتها نمبر كو حالك فايد السنة من نري إنها فاتحة الكتاب حويا فاتحة يتي كتابك الغفر فرتي لكون القرآن أهانشيها وقرآنك وهذي افتتح بها مثل غفر فرتي ما دام قرآنك الغفر فرتي ما دام قرآنك الغفر فرتي أي واحد لو بحيي فاتحة الكتاب سؤال شلبات من نمبر كلبات تسمى واحد لغو مقعابة أم الكتاب أي لو بحيي يو السبع المثاني لبدا مقعنا فاتحة أي مركا اسكاله تصدح هذا حين نصوش شيء ناردي مانتا إنها شافية إني تهي مركا الدوو ورقيتها تفتان كيغنا شفاء للناس إن ضدك مركا الدواء ويهي رقم أربعة وحن صوت الماني إنها ركن من أركان الصلاة وتير كمدة تيرك الصلاة دويا فاتحاد مركا ولا تصح الصلاة صلاة دونكما أنصحيسو إلا بها يدمو يعني تان فاتحاد الآخرين صلاة دي مركا ما أنصحيسو وحكلين الشيئين تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة تشتمل وحك وبسطة على أنواع نوعية التوحيد توحيد كالثلاثة يسد حذاء نوعية التوحيد كسد حذاء أي كوبسطة ومركها قوة السوغن صورة أي كوى الرمي الساوحة وهو توحيد الألوهية توحيد كمركها إله نمذا يين إله عبادة مركها لو كلي يلو وإفراد الله بالعبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية هي توحيد الربوبية وآه إن قرى مركز إن ولهي هاي ربك مركز مالك المالك الرازق إن مركز لقره وتوحيد الأسماء والصفات هي توحيد كالإرادة توحيد الأسماء والصفات وآه مركز مقعيد إلهي إن إلهي مركز الله سوغو يصفوين كإلهي وليه هاي يسكو سوغي مركز إن الله سوغو أردين تسوح يد مركا أنت إنه سؤال آخر نعم أنت عشر كأنه سؤال المرني سؤاله وإنه كتشوا ابني سؤال شو كوعدوا حيعيد ما اسمه هذه الصورة صورة دن مجيعيد بهد سؤال شو كوعد إن كتشوا ابني وحيعيد ما اسمه هذه الصورة صورة دن مجيعيد بهد صورة دن مجيعيج إن شئنا مركا صورة دن مجيعيج أيها إن شئني وحن لإنها فاتحة الكتاب واتي مركا كتاب كقرآن لغفر فرتي إنها فاتحة الكتاب واتي مركا كتاب كقرآن لغفر فرتي سؤال شلوات وحيا هيد اذكر واحد شيكتا فائدة فائدو من فوائد هذه الصورة كملة فائدوين كأي صورة داني لا يضحي فائدوين كيغن وحن نقول شاكني إنها شافية ومن مركا الدواء ورقيتها شفاء للناس تفتان كيغنا تدك آيا ويهي مركا الدواء سؤال ستحاد أردئي نكتشو أبني وسؤال ستحاد أهيد ما معنى الضالين الضالين معنيه هو محي وحن نكوش أجنيدنا الضالين معنيه هو نتهي النصارى بلو قدش إذا كريستانكا أيا لو قدش إذا مركا النصارى أردئي ليلس كغيب تقوطن بيسا نكتشو أبني وهي قيبتان اختر واحد دورتا الإجابة الصحيحة واحد دورتا مركا جوابتا سحظة الدور بيهاي جوابتا سحظة أبا مركا للدورين أي اختر دورو الإجابة جوابتا الصحيحة سحظة فيما يأتي وحن صوت صعودة كان نبركو وحن دورني وحي هذا نبركو معنى المغضوب عليهم المغضوب عليهم محال لمعنى بنسوي ديني أولي نوي ديني كلمة المعنى من فرادين إني المغضوب عليهم وحين إنه هيسني مركا وحين إنه هيسني صد حذن بينه كل دورنا كوبدوح والنصارى وكريستانكية اليهود ويهودية يا المشركون ومشركين تي مركا يك على ذي أرتي وحين دورنا مركز هبدأ أنا مركز نكتشوا بيني
وحين دورنا المغضوب عليهم وحلمعنا بنري إن المغضوب عليهم وحلمعنا اليهود وبعضها آية إنه مركا جوه قلناه إنه دورنا أردي ليل سكين المركا معنتا إنه كشقيني قف لبوح كيلي كراه أو كقرن كراه مركا بوجي صدابعا صفحة مركا كوبي الصدونات آية وكيلي صفحة 31 أي أردك استوى وكقرن كرا على السيدة إن شاء الله هل كسوق قرن دون على السيدة إن جوابه أنا مركز ساي نوجي جوابنا يكله أي وجه جواب دونا أو قري دونا بوجي سوق ريتشين دونا هو حلقة دون يا دمان أرددو إن الدلالان على السيدة أنا مركز كسوق هذا الشقيان بحلقة دون يا إن شاء الله إن والد كنا حلقة ربعية نسيب يكله إن يكور هي نرددا وهاي مركز كده دلالان يجونا عشر كينان مانتا أو ها حلقة دي أفريت هبنات أيوها مانتا حلقة سين مانتا كتشو تشنونا إن شاء الله انتكور ريسين وحلقة كلاسكوبي من نوحة لدكونا في ياسيدا إيو نبت جيليو